وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عدة أسئلة وردت عن وفاة الدكتور الترابي، ده السؤال الأول، قال: هل يجوز للشعب السوداني أن يترحم على الترابي وأن يدعو له؟ وده السؤال الثاني، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدين في النساء اللاتي يذهبن للمقابر اليوم عند تشييع الترابي وقد كان فيها نساء؟ هكذا مكتوب، يعني في تلك الجنازة وفي المقابر في نساء، نسوان مشن كتار شيعوا الدكتور الترابي. أول حاجة، شايف وسائل الإعلام كلها الليلة إلا من رحم الله كلها شغالة بتمدح في الدكتور الترابي، قالوا الترابي عالم، وقالوا الترابي علامة علامة، وقالوا الترابي جدد الفكر الإسلامي. وخد خطين تحت كلمة الفكر دي. أول حاجة، الإسلام ليس فكرا، الإسلام دين نزل من السماء. والفرق بين إنه يكون دين الإسلام ويكون فكرة أو فكر شنو؟ الشيخ العثيمين قال: لو قلنا إن الإسلام فكر فهذا معناه أن الإسلام ليس هو دين الله، وإنما هو فكرة فكر فيها رجل أو أحد من الناس، ما دين الله. قال: فلذلك، ده كلام الشيخ العلامة العثيمين، أن كل من وصف الإسلام وسماه فكرا فهو كافر، كافر، لأن الإسلام ما فكر، الإسلام دين. ربنا قال: إن الدين عند الله الإسلام، وربنا عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين ما فكر. فقال الترابي علامة وجدد الفكر الإسلامي، وقال هو فقيد الإسلام والمسلمين وقد جاهد، قال من أجل الإسلام، وا وا وا. وشايف حسن خوجلي المبتدع الضال عنده إذاعة اسمها المساء 101 اف ام، إذاعة بتاعت راديو، من امبارح مما عرف إنه الترابي مات مدور قرآن لحد اللحظة دي، يوقف القرآن ويجيب واحد أهبل وما عرف هذا الدكتور العلامة وقد جاهد من أجل الدين، قال: وكان من زهده وورعه أنه ما عرف ليك، قال لحد الليلة قال ما يعرف يميز بين العملة السودانية، قال. والترابي نفسه في مجلة الدستور قال: في الماضي أكلنا أموال الشعب، مش أكل قطعة واطة ولا أكل له 50,000 فدان بتاع مزرعة، لا لا لا، أكل أموال الشعب السوداني جد كله. تقول ليه ما أعرف فرق بين العملة؟ ده الترابي ذاته، المجلة عندي قاعدة، قال: في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة. الواد ده رمرك، قال: استغفر الله، قال دي ما بتحلك، دي ما بتحلك، لأنه شروط التوبة معروفة ثلاثة، إذا كان الذنب بينك وبين الله، وفي شرط رابع على الثلاثة، إذا كان الذنب متعلق في حق آدمي، صح ولا ما صح؟ وهذا الشرط هو إرجاع حقوق من ظلمهم. بعد الشروط الثلاثة: الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. الشرط الرابع: إذا كنت أكلت مال زول ولا غيره، قال إرجاع، ده الشرط الرابع، حقوق من ظلمهم. فاستغفر الله، هنا براها، براها ما بتحل، لابد ترجع قروش الناس. تقول ليه كان زاهدا؟ طيب من الذي كان مجرما؟ من الذي كان لصا؟ من الذي كان ملحدا؟ من الذي كان ضالا مضلا؟ من الذي أساء لرسول الله؟ من الذي أنكر آيات من كتاب الله من القرآن عديد زي ما حوريك بعد شوية؟ الترابي نمرة واحد، أول ضلالات عشان نشوف ذاته يجوز نقول الله يرحمه ولا ما يجوز،
ويجوز الرجال ولا النسوان ولا غيرهم يمشوا المغابر ولا ما يجوز؟ من هو الترابي؟ سؤال، من هو الترابي؟ وأنا لا أعني بهذا السؤال بلده ولا قبيلته ولا غيره ولا غيره. من هو الترابي؟ قبل ما أجاوب على السؤال من هو الترابي، أرد على شبهة لطالما تعلق بها بعض الجهلاء من هذه الأمة. زول جاهل من الله خلقه ما فتح كتاب دين قراه، تجد عرفتي في الدين أول ما يسمع كلامنا عن الترابي وهو يحضر الأخبار، طبعا دينه بياخده من الأخبار أو قناة أم درمان أو قناة ساهور، بياخد دين من هناك، لكن عمره ما فتح كتاب إسلام ولا كتاب دين من كتب أهل الفقه ولا العقيدة قراه. دارفت هنا في الدين أول ما يسمع كلامنا عن الترابي يقول لك يا مولانا اذكروا محاسن موتاكم. منو اللي قالوا ده؟ منو اللي قالوا؟ منو رواه؟ سؤال، من الذي قاله ومن الذي رواه؟ خلاص، ده أول حاجة، ما حديث صحيح، ده ما حديث صحيح اذكروا محاسن موتاكم. الحديث الصحيح، خليك معايا، خليك ذكي وخليك فاهم، خليك معايا زول ده، خليه يجوط لما انت جوط معاه كده. اسمع كده قبل نبدا الكلام، كلامنا ده صحار احرى من الشطه ذاته، لكن شنو؟ لكن انا داير اعلمك حاجه من فنون واصول الحلقات. في واحد بيجي بكورك من برا، انت دار تغيظه صح، انتبه مع اللي بيتكلم جوا. ليه؟ لانه ياتو كلام الغازو، كلام الزول جوا ده، فهمت كلام انت؟ فانت انتبه مع الجوا، زول بكورك بيجي انت قبل كده طوالي، قبل شوف الزول جوا ده بيقول شنو، خليه كورك ان شاء الله يطير يركب فوق العريسه. روى البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أديكم دليل في صحيح البخاري، قال أبو هريرة مر بجنازة، أوريك دين ولا أنت ما بتعرف دين، مر بجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زول أعلم من الرسول يا جماعة؟ في صوفي أعلم من الرسول؟ في شعبي ولا كوز ولا غيره أعلم من الرسول؟ ما في. ربنا قال قل أأنتم أعلم أم الله. فمر بجنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أوريك بيجوز تتكلم في الميت بالشر ولا ما يجوز، ده كلام الرسول، ما صدقته تطير طوالي الآن دور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مر بجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، تعرف أبو هريرة؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فأثنى الناس عليها خيرا. قالوا زول ده كان زول كويس، وكلمة جنازة يعني زول ماله حي ولا ميت؟ ميت، ده من الموتى، ميت. فأثنى الناس عليها خيرا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. قال أبو هريرة، نحن مع الجماعة الفوق ديك صحابة، عرفت كلامي؟ أي جوتة والله تنطط، والله تدق السما دي ما تأثر على شغلنا ده بإذن الله عز وجل يا بليد. خلاص، قال أبو هريرة فمر بجنازة ثانية أمام رسول الله، أنت أعلم من الرسول؟ تبرتئ. أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها شرا. هذه تحلها كيف؟ شرا، قالوا ده زول شر، وزول عنده سوءات، وزول وزول وزول، المهم يتكلموا بالشر. الرسول غرهم، ما قال لهم اذكروا محاسن موتاكم، بل قال رسول الله وجبت وجبت وجبت، يعني ماشي النار والاول ماشي الجنه. اغروا ولا ما اغروا؟ انت بتعرف شنو؟ تاخذ دينك من حسين خوجلي، تعرف دين؟ يقول لك رواه البخاري في الصحيح اصح كتاب بعد القران الكريم بعد كتاب الله، وده دين بنقوله جوا نخره اي عاطل ومبتدع وضال داري يوقف مسيره الدعوه السلفيه لله عز وجل. بعدين انت تزعل ليه؟ الترابي بناء على هذا الكلام، الترابي مات لكن فكره مات ولا حي؟ حي. بعدين حديث اذكروا محاسن موتاكم، الكاف حرف خطاب والميم للجمع، والجمع هنا جمع المسلمين، فهل الترابي منهم؟ ده اذا كان الحديث صحيح اصلا. الترابي منهم؟ اديك الترابي قال الزكاة ما في، والله قال ما عشان كده قلت لك خليك معي. اي زول ببرطع من برا جبرطع بجاي، انت قبل كده
جا ورطة بجاي قبل كده عايل الحلقة جوا بكورك من برا عشان انت تكورك وده يمشي وده يمشي عليه يكون بدل الحلقة بيجت كم؟ اثنان. افهم يا اخي شغل بتاع فنيات الحلقات كده. اي صوفي جبرتع نطت خليه نطت خليك في الحلقة هنا دائما دائما خلي شغلكم شغل نظيف وشغل مجيع. نجوى التراب ده من موتاكم من موتانا كمسلمين ولا ما من المسلمين؟ واحد الترابي قال ما في زكاة. الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله قال كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الترابي قال ما في، الرسول قال في، الترابي قال ما في، الله قال في. ده واحد. اثنين الترابي قال الآية بتاعت آية الدين دي كذب. الله بالذات الكلمة الجملة التي فيها فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الترابي قال ده كذب كذب. قال لا يمكن إن المرأة شهادته تكون نص شهادة الراجل. والله قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ما هم رجلين بيشهدوا رجلين بيشهدوا. قال إذا ما لقيت اثنين لقيت راجل واحد يبقى فضل راجل واحد ما في. الراجل الثاني ما في ده الله قال رجل ده الرجل الأول. وما كان الراجل المافي امرأتان. ما كان الراجل الواحد المافي كم مرة؟ شهادة مرتين. معناته شهادة المرأة الواحدة نص شهادة الراجل الواحد. الترابي قال لا ده كلام فارغ وده كلام الله. تكورك ده أنا أخلي لك الدين يا بليد. والله ما أخلي لك الدين وإن جيت هنا بدقك لما تتكيف يا بليد. عرفت كلامي؟ ثلاثة الصغول الحق ده زيه ما في. والله بيرفع العباد ويصلح البلاد بقول الحق لأن الله تعالى يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عرفت كلامي انت؟ ثلاثة الترابي قال كلام الله في سورة النجم كذب. الله قال عند سدرة المنتهى. الترابي قال ها 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 السماء ما ممكن يكون فيه سدر فالكلام ده كذب. كلام منو؟ كلام الله من سورة شنو؟ النجم من القرآن الكريم. ترابي أنكره قال ده باطل. أربعة الترابي قال بسمعك لا كل الكلام ده ده مسجل بل فيديو من الكافر الترابي كله موجود. الترابي قال ما في حاجة اسمها يأجوج ومأجوج. ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. الترابي قال ما في. خمسة قال الله تعالى في سورة محمد فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الله قال الساعة عند أشراط فهل ينظرون إلا الساعة. بعد ذاك ربنا قال فقد جاء أشراطها والضمير الهاء راجع إلى الساعة فالأشراط هي أشراط الساعة. الترابي قال ده كذب كذب. الساعة ما عندها أشراط. وبقى يضحك الترابي قال يقول لك يأجوج ومأجوج كل كلام فارغ فارغ. ويقول لك الدابة يا أخواننا قال في دابة عندها اذنين بتطلع من الأرض ما في. قال يا أخواننا قال الدابة دي ما الناس اللي بيقوموا يدبوا دبيبا دبا دبا دبيبا. الترابي قال ويقول لك عيسى نازل كلهم يا اخواننا راجين عيسى وما في عيسى يا جماعة. عيسى ده مات خلاص يا اخي. قال لأنه ربنا قال إني متوفيك ورافعك إلي يا بليد. طيب ما ربنا قال يا الترابي يا بليد. الله قال الله يتوفى ربنا قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أها الله سمى النوم بتعب الليل وفاة. زي ما قال لي عيسى إني متوفيك يعني منيمك لأن الوفاة يعني النوم ورافعك إلي.
السهم عند علامات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الدين المادة رمنا للأخوان المسلمين ننشره للناس، والله ننشره دو عين ونخرت. ده كلام الله وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل يا رسول الله أخبرني عن أمارات، يا محمد أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دي من علامات الساعة. وقال رسول الله، ده في مسلم وفي البخاري عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعوهما واحدة يكون بينهما مقتلة عظيمة. ده واحد من علامات الساعة. قال وحتى يكثر الزنا، اثنين من علامات الساعة. ويكثر الهرد، قال وما الهرد؟ قال القتل، القتل، ثلاثة من علامات الساعة. قال ويفيض المال، أربعة من علامات الساعة. قال ويوكل الربا، خمسة من علامات الساعة، بعلامة ساعة. وقال النبي عليه الصلاة التراب ذاته علامة من علامات الساعة، التراب ذاته علامة من علامات الساعة، لأنه هو أحد أئمة الضلال وأئمة الإلحاد وأئمة البدع والكفر، كما قال العلامة عبيد الجابري، وكما قال العلامة الإمام مقبل، وكما قال العلامة محمد بن أمان الجامي عليهما رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علامات الساعة فيما روى ابن ماجه وصح الإسناد الألباني رحمه الله، قال بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ تكورك من برا، جيب شيخك، جيب شيخك هنا عشان يتنجم ويتنظم بإذن الله عز وجل. أي شيخ، أي شيخ عندك، أبدأ من أكبر أخو مسلم على وجه الأرض القرضاوي، وانت نازل تحت تحت لي عبد الحي يوسف، أي أخو مسلم جيبوا هنا، أي أخو مسلم. كوراك من برا ما بيحلك، من برا على خط الراية ما بيحلك، جوا هنا الملعب السخن ده تجي. عرفت كلامي؟ قال وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. الترابي ظهوره وأمثاله من أئمة الضلال. الرسول قال ده من علامات الساعة لأنه سماهم ديل رويبضة في حديث ابن ماجه. ستة من ضلالات وكفريات الترابي، قال ما في حاجة اسمها عذاب قبر. قال لأنه يا أخواننا الجسم ده قال 60% موية، قال 60% موية والباقي قال مصنوع من الأرض. قال فلو دخلت التاني ما في حاجة. طيب الليلة دافنينه ليه الترابي إذا في القبر ما في حاجة؟ ما كان تكفله في دولاب، كان تكفله في دولاب، ليه عاشرينه تحت؟ ده سؤال، ده سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يرد على الترابي وأمثاله في البخاري، قال يا عائشة إن عذاب القبر حق، حق، حق. ترابي مرض، الرسول قال حق. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، وذكر حديث عذاب القبر ونعيم القبر. وفي صحيح البخاري من رواية ابن عباس مر رسول الله بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو يستبر من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفي القرآن قال تعالى في إثبات عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الترابي قال ها ها ها، لو فتحت القبر ما بتلقاه بيعذب،
ولا بتلقى فيه تفاح جوا بينعم. طبعا رجل بليد جدا، لا عقل له ولا رأس له ولا وعي له ولا إدراك له ولا علم له ولا دين له ولا خلاق له، مجرم. قال لو فتحت جوا بتلقى ما في حاجة. طيب الموبايل ده يا بليد، الموبايل ده الآن تضرب، سلام عليكم أخوي في أمريكا، أي في كلام طائر يا بليد. إذا كان يستطاع البشر، الإنسان بني البشر، أن يصنع مثل هذا الجهاز وأنت لا ترى الكلام طائرا، فرب البشر من باب أولى وأولى وأحرى إلى ما لا نهاية، أن يخلق خلقا وأن يصنع صنعا وأن يفعل فعلا ولا يريد البشر أن يروه. يا بليد عرفت كلامي؟ يعني أي حاجة إلا تشوفه حتى تؤمن به، أي ده الترابي. طيب العقل، العقل ده وينه؟ في زول شايف نفسه عاقل؟ العقل مركب وين؟ وينه العقل؟ العقل وين؟ حتقول لي في القلب، حتقول لي في الرأس. هل لو فتحنا الرأس بنشوف العقل؟ مش المخ اللي بيقلب بتاع البهيمة، العقل الذي يعقل به الإنسان. لو فتحنا القلب بتشوف العقل لونه شنو؟ يا ترابي، أحمر؟ لا. أخضر؟ لا. بمبي؟ لا. بنفسجي؟ لا. إذا الترابي ما عندك عقل، مجنون، لأنه ما شفناه. وإنت بتقول ما تؤمن بالحاجة إلا شوفوها، لأنه فتحنا القبر وما شفنا نعيم ولا عذاب، يبقى ما في عذاب قبر ولا نعيم قبر. مش ده منطقة الشعبيين، منطقة الترابي. الله عز وجل شفتوه؟ شفتوا يا ترابي؟ شفتوا يا شعبيين؟ ناس المؤتمر الشعبي، شفتوا الله؟ لا. إذن عند المؤتمر الشعبي لازم قول الترابي إنهم هم بيقولوا الله ما في، لأنه ما شافوه، ما شافوه. عرفت كلامي؟ نحن لم نرى عذاب القبر ونؤمن به، ولم نرى نعيم القبر ونؤمن به، ولم نرى الله ربنا ونؤمن به، نؤمن به. لأن ربنا قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دل المؤمنين حقا، دل المؤمنين حقا. الترابي نمرة 7 قال التشهد تاع الصلاة والتسليم، قال ده كلام فارغ والله العظيم جد. قال انت بتسلم على منو؟ قال يقول لك في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتسلم على المقال، كله كلام فارغ فارغ فارغ، ساكت. التشهد بتاع الصلاة والتسليم، قال ده كلام فارغ، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة التي أمر الله بها من فوق 7 سماوات. الترابي قال في الحج رمي الجمرات، قال ده كلام فارغ عديل كده. والسعي بين الصفا والمروة، قال ده كلام فارغ. وربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما، السعي بين الصفا والمروة. رمي الجمرات، حديث ابن عباس في صحيح الترغيب والترهيب، قال الشيطان ترجمون، ده ابن عباس قال كده، وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون. ده دين. الترابي صغر من المنكر والنكير، قال بيجوا، قالوا بيجوا ملكين، قال في القبر وبيضربوه، قال بالشاكوش، قام بقى يضحك، يسخر من الملكين، يسخر من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ليه يعني يضربوك طوالي؟ ده الترابي قال ما يعملوا محكمة قبل ما يضربوك. وقال ده كله كلام فاضي يا جماعة، أنا قال ما عندي وقت لهذا الكلام، كله كلام فارغ، قال ما في كلام زي ده في القبر. أها أنت مشيت القبر، احنا ما عارفين الحاصل شنو، لكن والله انا ارجو، ارجو ثم ارجو، وادعو الله عز وجل ان ينتقم من كل طاغوت ضيع عقائد المسلمين في هذه البلاد وغيرها، وادعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من كل مجرم ضال. وعليك تفرح، تفرح بموت الترابي، تكورك من برا، تنطط، ترقص، تعمل عرس، الشغل ده ماشي جوا نخرتك. اي زول ضال مبتدع معترض على الكلام ده، ده كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، تفرح. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله 10 سنين،
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما من يوم يموت فيه صاحب بدعة إلا وقد فتح للإسلام فتح. ما لاحظت الجو يصلح من امبارح؟ ما لاحظت الحتة دي؟ أنت ما ملاحظ؟ أنا غاية جيت الأسبوع الفات في الوطن ما كان بقدر أقعد من السخانة، الجو يصلح وإن شاء الله العيش حيكبر تاني بإذن الله عز وجل، عرفت كلامي؟ والغاز برخص، إذا ده مات محمد المنتصر عقباله بإذن الله تعالى، وسبب الصحابة دجال الفتحاب وكلهم من الدجالين. ورسالة أخيرة لشباب المؤتمر الشعبي، أبو بكر أداب رد عليه ورد قاصب امبارح، قالوا حنقتلك، قال ناشرين، ونحن الموت ما قعدنا نخاف منه، لأنه ربنا قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وربنا قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. ولو كنا بنخاف من الموت ما كان بنهاجم كل الضلال الموجود وكل الطوائف الضالة، فهمت؟ لكن رسالة لطيفة لهم، نحن دار لهم الخير وهم دار لنا الشر. الرسالة شنو؟ أن يتوبوا. المفروض موت التراب ده يكون عظة وعبرة لأي كوز شعبي ولا غيره متأثر بالترابي. ليه؟ لأنه الترابي ده كان عامل فيها طالع في الكفر فوقع في الكفر، عرفت كلامي؟ كان عامل فيها طالع في الكورة والليلة دخلوا تحت تحت لوت 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 بالطين وبالطوب جوا هناك. المفروض الشعبيين والمجرمين من الأخوان المسلمين ديل المفروض بعد يتوبوا والله ويخلوا منهج الأخوان المسلمين، لأنه الشغلة دي فيها موت، ما في عذاب قبر، جوا القبر خش جوا، منكر ونكر ما في، الآن جوا هناك معاهم جوا، وما أعرف ليك أنا أعلم من محمد جوا، خليك جوا هناك جوا هناك، عرفت كلامي؟ الموت موجود يا ناس، ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رسالة لهم يتوبوا إلى الله ويتبعوا منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. تفضل يا أبو بكر.